أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليك فألقيك في اليم ولا تخافي ولا تحزني 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 إليك وجاعلوه من المرسلين
المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وجاعلوه من المرسلين ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لا يشعرون.
أصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وحرمنا عليه المراض وحرمنا عليه المراض صدق الله العظيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى
حرمنا عليك المراضع وحرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه علما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين
مقتتلاً هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لما أن أراد أن يبطش بالذي والمدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها
رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب قال له موسى إنك لغوي مبين قال له موسى إنك لغوي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منا قال له موسى إنك لغوي مبين صدق الله العظيم. يا نفس توبي واعملي حسنا عسى أن يجازيك الله يوم البعث والكفنا قل عوني قديما كنت لابسه ولبسوني جديدا اسمه الكفن وصلوا علي صلاة وقد شيعت الروح إلى الملك فاغتنم في حياتك أيها الموحد ثم صل على الحبيب محمد. آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامح حضراتكم خريج مدرسة القرآن الكريم وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي
فاضلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة العالمية المتنقلة التي ركبت تحت إدارة وإشراف الحج شحت عثمان المقيم بالمحمودية. حضرات السادة المعزون الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.